اقول لحضرتك على حاجه لطيفه خالص، ودي خبره وحضراتكم تاخدوا بالكم، يعني سيداتي وسادتي طبعا المشاهدين، احنا هنا في الجو على الهوا وكل الكاست اللي بيشتغل وكل فريق العمل اللي بيشتغل عشان يطلع لكم احلى صوره واحلى معلومه واحلى ضيوف، بيبقى حضرتك الروح اللي بينا لو ما كانش فيها ابتسامه ونكته ودم خفيف وحاجه كده لطيفه، مش هنعرف نطلع المنتج اللي انتوا بتشوفوه ولا نطلع بابتسامتنا على الشاشه. يعني انا حضرتك ما كانش المجموعه اللي هم الابطال الحقيقيين للبرامج اللي بتقدم على شاشه الصحه والجمال وغيرها، في اي مكان اللي هم ورا الكاميرا اللي الناس ما بتشوفهمش، ما كانوش بيكونوا في روح كده يعني متالفه ولطيفه، واحيانا حضرتك في الايربيس حد يقول لك كلمه لطيفه وجمله لطيفه. ما انا كنت قاعده بره ونورتنا وصباح الخير استاذ اشرف العمده المخرج، واستاذ بيبو اللي بيقلش علينا دايما رئيس التحرير، وكل الطاقم اللي معانا في الاضاءه والمصورين ليهم لفتات وحاجات جميله جدا، واستاذ كمال طبعا اللي هو بيجي، واستاذ الشاهد اللي بيحضر لنا الاستوديو وبيحضر لنا الدنيا، ده كلهم دمهم خفيف قوي، كل الاستاف اللي موجود في الصحه والجمال، حضرتك التعاون، حضرتك الروح اللي ما كانش فيها إيجابية. دم خفيف وحاجه دي حضرتك هيبقى يعني الوضع جامد يعني. ووارد برضو ان يحصل برضو شداد، بس في الاخر لازم احنا كلنا ايدينا في ايدين بعض، احنا جايين حضرتك الدنيا كلنا في ايدين بعض وكلنا ماشيين نفس الطريق، وكل واحد فينا شايل، انا بس الاسئله حضرتك صعبه اجاوب عليها على الهوا طبعا. طيب وكل واحد فينا وكلنا شايلين، مفيش بني ادم ماشي في الشارع مش شايل هم جواه، بس انا 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 دوري واجبي اشوف انا بتعامل معاه ازاي، مفيش بني ادم تبص له الا ما في جواه حاجه بتوجعه، بس بس ازاي هو بيتعامل مع اللي بيوجعه، هي الحته في دي هي تفرق حضرتك من ده من ده، وكل واحد مسؤول عن طريقته، ما احنا جايين في الدنيا دي اختبار. طب بص حضرتك